زميل اخر تطرق للناحيه الفنيه وبيسال حضرتك، النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت بيلعب بطريقه 4-2-3-1، هل هناك نيه لتغيير هذه الطريقه ولا انت حضرتك شايف ان الوقت ضيق؟ I don't know, maybe it's a coincidence because Mamelodi Sundowns play the same way. يمكن من باب المصادفه ان انا كنت بلعب مع ماميلودي سان داونز بنفس الطريقه. But I'm not saying we will only be subjected to that if there is a demand and a big demand to accommodate important players, we can change the formation a little bit. يعني مش اكيد ان هيفضل نلعب 4-2-3-1، ممكن لو قدام في حاجه ماسه ان احنا يعني ندعم الفريق ببعض اللاعبين ممكن نبقى نغير طريقه اللعب مستقبلا. Because I saw Ali playing Zamalek, they played 4-3-3, they played with Dieng, they played with Sulaia and number 8 Amdi Fati in the three midfield. So I watch from a distance. So I know they've changed the shape also and I've seen that it was also good and they can adjust to that shape. So at the moment we will stay on the two shapes that Ali have used and we'll fine tune it. What's important is to find the shape that has brought Ali to the semi-finals of CAF Champions League because it has been good. And if that is the shape that made Ali to win the league with so many games left, it means it's good. So why do you want to change a good thing? بتكلم على 4-2-3-1، بيقول انا شفت برضو ماتش الاهلي متعود يلعب بيها، بس كان في برضو يعني كان في مرونه شويه في خط اللعب. شفت ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي لعب 4-3-3، كان في ثلاثه وسط الملعب بيلعبوا، كان ديانج والسولية وحمدي فتحي في وسط الثلاثه وسط الملعب. فالاثنين وانا شايف طريقه اللعب بتاعت الاهلي نجح يحقق بيها بطوله الدوري بعدد ماتشات كبيره لعبها وكسبها وكسب الدوري ووصل دور قبل النهائي لبطوله افريقيا، فليه اغيرها؟ دلوقتي بيقول هو في مرونه عن طريقتين لعب، ممكن يعني يلعب بالاثنين لغايه لما يشوف بعد كده ممكن يحصل ايه في المستقبل، لكن في الوقت الحالي ما بيفكرش يغير طريقه اللعب.